ست المحافظ، طمني على مسألة التعدي على الأراضي، يا رب ما تبقاش كتيرة في اسكندرية ولا المخلفية، يعني نفسي محافظة يبقى ما فيهاش، لكن واضح إن أنا بحلم. يعني الدنيا عاملة إيه في الإزالة؟ إلا اسكندرية يا أستاذة، اسكندرية معروفة يعني ولها خصوصية في هذا الأمر. أيوه زيادة طبعا. زيادة أو طبعا اسكندرية بلد يعشقها كل المصريين. ايوه صحيح. وبيحبوها وبيجوها. أيوة. في الصيف وفي الشتاء. ايوه. وبناء عليه طبعا الايجارات والمساكن بتبقى عاليه شويه. ايوه. فالمخالفين بيبقوا كتير، وطبعا المخالفات من عام 2011 في ازدياد. أيوة. كانت كتيره قوي. نعم. طبعا الحمد لله خلال الفتره الاخيره يعني انحصرت بحد كبير. كانت توجيهات القيادة السياسية وبعدها دولة رئيس مجلس الوزراء. نعم. باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة كان لها أثر فعال. أي. اعتقد البعض أن انشغال الدولة بمكافحة كورونا والأزمات اللي بيمر بها العالم كله ممكن يعني. نعم. تخليهم يبنوا في الخفاء أو يعملوا مخالفات في الخفاء. نعم. لكن يعني الحمد لله احنا باذن الله ليهم بالمرصاد. ده مش هيمنع ان انا اقول لا لسه في مخالفات، لكن احنا بنجري وراهم. مش هنسيب اي مخالفات. مخالفات اكتر كانت في اي اتجاه يا فندم؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه. بالنسبه للمخالفات احنا عندنا يعني انا بقى في ثلاث حاجات. في مخالفات اللي هم الناس اللي بتبني على الاراضي الزراعيه. ايوه. وفي مخالفات ناس بتبني على ارض املاك دوله. وفي مخالفات مباني اللي هم اللي عنده مثلا برج 11 دور فيروح مزود دورين مزود له. أي. اسف. كل ده صاروا سيئه جدا. طبعا احنا طبعا منذ اللي على اراضي الدوله كان كتير يا سيادة المحافظ. لا قليل. قليل. اللي على الاراضي الزراعيه كان كتير. كان كتير للاسف. واللي زياده ادوار كان اكتر حاجه فيهم. اكتر يعني ده كان نمره واحد. طبعا. أي. رقم واحد. اي واحد عنده بيت سبعة ادوار يروح يضرب دورين بسرعه، استغل الفرصه. ومش عاوز اقول لحضرتك يعني يعني عندنا في اسكندريه عشان متعودين الدور بيخلص في ليله في يوم. ما هي فجاه والناس نايمه بقى. ويلا الخلاطات تشتغل في 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 الخفه. ايوه. وينقلوها بسرعه طبعا. كمان التكنولوجيا والسرعه بتاعت صحيح. والصبح فجاه تلاقي بقى في اصحى الصبح تلاقي بقى في دور طالع. طبعا احنا واقفين بالمصطاد. انا عملت حاجه كويسه. اتفضل. كل دول طبعا اتحولوا كل دول عقوبات على طول. الاجراءات القانونيه والعسكريه وكله. انا عملت حاجه اسمها وحده التدخل السريع. الوحده دي فيها مجموعه من العاملين ومجموعه من المسؤولين. نعم. وبقياده يعني لواء شرطه سابق. الوحدة دي فيها كمية عدد من العربيات كويس. أيوة. بتجوب شوارع مدينة اسكندرية بالكامل، بترصد أي مخالفات من ساعة ما بيبقى عامل شدة خشبية لسه خضرة. تروح بنعمل إزالة فورية من غير ما حتى انتظر لما يصدر قرار إزالة من الوحدة المحلية. طب هايل. يعني هو اتعرف خلاص ان ده مخالف، فالإجراء بيبقى سريع. عشان كده أنا يعني الأربع أيام اللي فاتوا احنا عملنا مش مباني بس، المباني واملاك الدوله والاراضي الزراعيه ازلنا 177 مخالفه لغايه 177 مخالفه لغايه اللحظه دي. لغايه متنوعه وفي اللحظه دي وانا بكلمك في ازالات شغاله تاني في جميع الاحياء. انا عندي في اسكندريه 9 احياء ومدينه برج العرب. ايوه. شغالين ازالات في كل المناطق. طبعا الكلام ده كله برضه موثق بالصور، المخالفه موثقه طبعا والازالات موثقه طبعا. عشان ايه احنا يعني حتى دوله رئيس مجلس الوزراء قال وثقوا هذه في العرض لازم تماما. التوثيق صحيح. طيب فالحمد لله احنا شغالين كويس، لم نصل لدرجه 100%. عندنا مخالفات مخفيه علينا ان شاء الله هنوصل لها، وحتى لو مستقبلا برضه انا بقول هيتم الازاله ومش هنسيب اي مباني مخالفه ان شاء الله. إن شاء الله. سيادة المحافظ، حضرتك النهاردة أغلقت 61 شاطئ وأغلقت جميع الحدائق والمتنزهات بمناسبة شم النسيم. صح يا فندم. الخطة إيه لشم النسيم؟ أصل اسكندرية
من المحافظات اللي الناس تقول لك ايه زي اسماعيليه وزي مثلا السخنه وزي المناطق دي تقول لك رحله اليوم الواحد يلا نروح نتغدى في سيخ ورينجا في اسكندريه ونرجع قبل الحظر. والله هقول لحضرتك حاجه، يمكن انا اكتر من اي محافظه من المحافظات اللي قلت عليها، لان اسكندريه زي ما بقول لحضرتك يعني معشوقه المصريين. صحيح. اجمل كورنيش في، يمكن حضرتك لفيت العالم، من اجمل كورنيش في العالم كورنيش الاسكندريه. أيوة. اسكندريه مصر. ايوه. احنا عندنا يعني كنا سباقين لما اغلقت شواطئ اسكندريه كلها بالكامل لان كانت صعب جدا. وبعديها اليوم الثاني بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء قفلت جميع المتنزهات بدءا من حديقه الحيوان، كان السيد وزير الزراعه اغلقها على طول. نعم. انا قفلت الحدائق والمتنزهات في المنتزه والمعموره انطونيادس والشلالات. أيوه. ولكن في الكورنيش لم يتبقى عندي في اسكندريه الا الكورنيش، وده اللي هو يعني اعتقد انه بيمثل مشكله. دل الخوف منه ده، تجمعات فيه. في تجمعات كتير جدا بتحصل خاصه يوم الجمعه. يعني إن حتى الايام اللي فاتت في الحظر، حتى الايام اللي فاتت. لا هو لا انا عاوز اقول حاجه، طالما بدا الحظر مفيش بني ادم. لا يا فندم عفوا، انا ما اقصدش ان هو بعد الحظر. اقصد يعني حتى في الظروف العاديه بتاعه كورونا بعيدا عن شم النسيم كانوا بيروحوا. لا خالص، لا الكورنيش اصلا يا فندم بيبقى عليه زحام من غير شم النسيم. ما ده اللي انا اقصده. أيوة. فانا بقى في شم النسيم هعمل ايه؟ يعني الامر مش سهل. التعامل مع الناس الى حد ما صعب. الناس كلها بتجهز وبترتب انها هتقضي شم النسيم على الكورنيش. نعم. الناس كلها بتقعد على الاسوار في الكورنيش، كله عاوز يعني بيدي ظهره للشارع ويبقى. نعم. بيطل على البحر. بالمحافظات المجاورة لينا بيجوا بالعربيات الخاصة بيهم، سواء الميكروباصات أو عربيات ملاكي. بيحطوا جايبين معهم كراسي صغيرة كده، بيحطوا الكراسي. أيوة. ويقعدوا. أيوة. وأحيانا يقعدوا أكل وشرب، وأحيانا جايبين طاولة وشطرنج وقاعدين. الناس جاية تقضي ويكند وفي زحام. عربيات خصصت حوالي 7 عربيات من الأحياء عندي. نعم. بيمروا على الكورنيش بالكامل، بيدعوا الناس للابتعاد وانهم يبتعدوا عن الكورنيش وعدم الازدحام. انا بمر بنفسي ومريت، يمكن مش عاوز اقول لحضرتك ما فيش يوم ما بمرش على الكورنيش، بنزل واوعي الناس. ايوه. وكنت اتمنى ان الناس من تلقاء نفسها هي اللي تعمل ده. يعني انا صدقا انتوا قمتوا كاعلام بدور ما شفناهوش على مر السنين اللي فاتت كلها. ده مفروض علينا يا فندم، دورنا الاساسي والاجراءات الاحترازيه والوقائيه. أيوة. يعني كل البرامج وكل القنوات كله شغال. نعم. وبعد كده تحس الناس مزدحمه كان احنا ما قلناش حاجه، سواء على الكورنيش او في الاسواق. طب هتعمل ايه حضرتك سيادة المحافظ؟ هل هتقفل طرق؟ هل يعني المعالجه هتبقى يعني ازاي مبدئيا كده؟ هقول لحضرتك حاجة، النهاردة يعني الثلاثة قدامي 48 ساعة بدرس الموقف فيهم كويس. أيوة. بحية السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية. نعم. علما بكل الإجراءات اللي عندي. تمام. إذا كان الأمر يحتاج إجراءات. أيوة. احترازية أشد هنعمل كده. يبقى انا اتابع مع حضرتك فيما يتعلق باسكندريه قبل شم النسيم بيوم كده، يعني اتواصل مع حضرتك تسمح لي لحد مثلا نشوف ايه اللي ممكن هيحصل في شم النسيم. وبشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا سيدة اللواء محمد الشريف.